أن التحالف العربي بالمملكة العربية السعودية وهو يعود لتفعيل استراتيجية الضغط العسكري سواء من خلال الضربات الجوية أو من خلال تقديم الدعم أيضا للجيش الوطني اليمني، هو يريد يحقق مجموعة من الأهداف. في بداية واهمها هو تحييد خطر الصواريخ والطائرات المسيرة التي تهدد العيال المدني داخل المملكة العربية السعودية أو تهدد العيال المدني أيضا ومخيمات اللاجئين في الداخل اليمني، وهذا هو الهدف الأول والأهم بالنسبة للتحالف العربي. الأمر الآخر وهي أيضا نقطة مهمة جدا، وتخفيف الضغط عن جبهات المأرب وتقديم المعونة أيضا من خلال قصف خطوط الإمداد للتمرد الحوثي من الوصول لمأرب، وأيضا تفتيت الجموع البشرية المغرر بها التي يزج بها التمرد الحوثي إلى جبهات مأرب. الهدف الثالث وهو الأهم في اعتقادي وربما أن الأخوة يتفقون معي، وهو الضغط أيضا على التمرد الحوثي رغم أنه لا يملك لا قرار حرب ولا قرار سلام، لكن الضغط عليه يتوجه إلى طاولة الحوار وطاولة المفاوضات أسوة بما حدث في محادثات الكويت ومحادثات جنيف 1 وجنيف 2 ومحادثة في محادثات مفاوضات كولم. أيضا كل ذلك لم يكن ليتأتى لولا وجود ضغط عسكري آنذاك. فلذلك الهدف الرابع وهو أيضا مهم جدا، وهو كنتيجة من نتائج القمة الخليجية وجولة سمو ولي العهد، بدأ أن هناك موقف خليجي موحد بالتزامن مع الموقف العربي من خلال جمهورية مصر العربية والاجتماع الشهير الذي حصل ما بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية المصري ثم التنسيق السعودي المصري. كل هذا كتنسيق سياسي في اعتقادي أنه كان أيضا أمرا مهما، لكن الأهم أيضا أن التحالف العربي يريد دحر تمرد الحوثي ومن ثم أيضا على الأقل دحره إلى داخل أقليم إزال، ليتسنى للجيش الوطني اليمني أن يغير من استراتيجيته البرية بأن لا يكتفي بسياسة الدفاع واستراتيجية الدفاع بل التحول على الأقل للخروج خارج حدود مأرب.